ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مشاهدتي اعزائي مع اربعه فاشن ديزاينر. طبعا ما لقيناش مكان لمي، فقومنا مي هتنضم الينا في الاخر بقى عشان نلاقي بقى مكان بقى للستات الحلوين اللي معانا. اميره سعيد، اميره سعيد، ساره الطرشوبي، طرشوبي عشان هي بتقالت لي طربوشي، لا ميسه بوسيله، بوسيله ونجلاء مصطفى. هم بيملوني طبعا لان انا طبعا صعب جدا احفظ هذا العدد من السيدات. هبتدي بحضرتك. اولا التوب يهبل اميره، ده من الديزاينز برضه بتاعك. انتوا كلكم لابسين من الديزاينز بتاعك، كل واحده لابسه الحته بتاعتها. انا لا. انت لا؟ بس انا شنط بس مش انت طب ما جبتيش شنطتك معاكي؟ انا مش عارفه ليه. طيب نشوف. طيب نبتدي باميره. بنعمل انا شايفه انه الرسمه بتاعت التوب والطريقه وكذا مختلفه جدا. احكي لي بقى. بصي انا بحب انه اي بيس الواحده تلبسها تبقى مختلفه وتدي ستيتمنت كده وهي داخله اي مكان. يعني اذا كان الشغل مش في القماش، يعني القماش بلين تبقى الساده، يبقى الشغل نفسه هو او يعني التفصيله بتاعته هي اللي تخليكي مختلفه او ديفرنت عن اي حد قاعد معاكي في المكان. اوكي. فالسنه دي قلت هعمل فريلز اللي هي الكشكشات دي. حبيت اعمل شكل مختلف في السليفز وفي وهنا كمان في كل التوب. وعجبني قوي اخضر على ابيض على اسود. هقول تاني، احنا في الفقره دي معانا 12 هديه غير ال 12 هديه. هنحط دلوقتي التليفونات على الشاشه، او ال 12 ست هيوصلوا للاربعه فاشن ديزاينرز دول هياخدوا ال 12 هديه ان شاء الله. عرفنا نخلص ال 12 في الفقره بتاعتهم، عرفنا ما عرفناش بنحول المسابقه او الهدايا لصفحه البرنامج هي وبس. طيب هكمل كلامي مع اميره. الالوان ايه للصيف؟ الالوان اللي ابتديت بيهم في السبرينج البادي روز، البيبي بلو، الباستلز شويه. اوكي. بعدين بعد كده الحاجات بقى بتاعت الصيف الالوان تبقى فلورال شويه، في اللي بيحب البولد كولرز، ورد، الوان صريحه. أوكي. انا بحب الاحمر فبرضه هتلاقيه دايما الاحمر اهو. انا كنت حابب ابيض في اسود بس اما دخلت الديكور قلت لا يعني البس احمر يعني. وبحب الاخضر جدا فالاخضر برضه يعني اللي بيحب الباستلز زي البادي روز والبيبي بلو هيلاقي، واللي بيحب الالوان الصريحه زي الاحمر والاخضر برضو هيلاقي. اوكي. طيب حضرتك بقى شنط. انا شفت الصور بتاعت الشنط بتاعتك. حياة سارة لقيتها بجد حلوه. انا عشان بس ما بقاش بقول اي كلام، انا ما مسكتش الشنط في ايدي. ولكن انا لما شفت الصور في انا شويه دارسه فاشن وحركات وبتاع، ففي ناس بني ادمين ممكن يشوفوا بعينيهم الصوره يعرفوا انه ده فينش بتاعه، التقفيل بتاعه كويس، الخياطه كويسه، الديزاين او التصميم مختلف، فالست دي عندها فعلا حاجه مختلفه. ليه بقى شنط؟ والله جت بالصدفه، وهي مي هي السبب كمان. احنا اصلا صحاب من الجامعه، وانا جرافيك ديزاينر، ما كانش ليه دعوه خالص بالفاشن يعني. وكانت جت موضة الشنط اللي عليها فلوري، فعملت واحدة وعجبت صحابي، ومي شافتني قالت لي انا عندي اوبننج فبليز هاتي لي كتير، فما كانش في دماغي يعني خالص. وهي اللي قعدت تشجعني، كانت بتقعد تزن عليا كل يوم، لا اعملي لوجو، اعملي بيج، اعملي مش عارفة ايه، مش بتعملي حاجة. ففي الاخر كان هي اللي يعني هي اللي شجعتني ان انا ابتدي يعني. بس ما كانش ليا خالص في حاجات الهاند ميد اوريدي. حلو قوي شنطك، حلو قوي. ما تبصيش، انا هبص، انا حاطه هنا عشان انا لو بصيت. اتفضلي عليك للكاميرا. الشنط ابتديتها بقى الاول كنت يعني مش ما بفهمش قوي طبعا في ازاي الاقي حد يعملها فينش كويس يعني. كان عندي دايما مشكله ان احنا في مصر يعني اما حد يسافر اي حته بره بيبقى عندهم حاجات سعرها مش حال يعني سعرها قليل. بس تتلبس. هنا عندنا بيبقى فيه تاتش كده يعني، حتى لو حاجه حد عايز شنطه سودا لازم يحط لك توكه ذهبي كده تقفلها خالص، ما ينفعش تشتريها. لازم يبقى فيه حاجه كده اللي هي يعني حتى لو حاجه سعرها قليل يعني. حاضر. فدي كنت عايزه اعمل حاجه سعرها مش غالي. اوكي. وفي نفس الوقت تبقى فاشنبل وترندي ونعرف نمسكها في كل حته. نعرف نمسكها بالظبط. ميسه. ايوه. بتاعي. الاستاذ اللي انت لابساه بتاعي. بتاعك. صح كده؟ طيب ليه اكسسوارز؟ ليه اكسسوارات؟
اللي هي اكسسوارز جت بالصدفه برضو. انا مهندس كمبيوتر اصلا. اوبا. بس ايه الحلاوه دي؟ اوكي. بس بصي، اي حد ديزاينر هتلاقي عنده في البدايه حب للفاشن، للالوان، لتركيب حاجات. انا دايما عندي حب لاي حاجه فيها ديزاين. جت بالصدفه جدا، اللي علمتني بنت اختي صغننه، كانت عندها 10 سنين مثلا، كانت بتشتغل ولفت نظري وعلمتني. وبس يعني اتخذت بقى. اتعلمتي من طفله عندها 10 سنين؟ اه، بنت اختي. اه، 10 سنين ما شاء الله. بقالك قد ايه بنشتغل في الاكسسوارز؟ سنتين ونص تقريبا. ايه اكتر الحاجات اللي بنعملها؟ عقد ولا بصي سلسله ولا انا بشتغل. اكتر حاجه بشتغلها النكلسز والستيتمنت نكلسز. انا يعني اللي بيميزني شويه الحاجات الكبيره، الاحجار الكبيره، النكلسز اللي هي تبقى ستيتمنت، مش حاجات صغيره، مش حاجات خفيفه. طب والاحجار دي بتجيبيها منين؟ الاحجار في ناس في مصر هنا، في شوارع هنا في مصر، شارع صالحيه وحاره اليهود، وفي ناس دلوقتي بقت بتقرب كمان. الناس دي بتجيب الاحجار بتستوردها، وفي ناس في ليها شغل. وينفع اقول لك انا عايزه تعملي لي كذا فتعمليه، ولا انت عندك لاين صريح بتاعك انت؟ انا عندي لاين. يعني مش يعني بصي، الاذواق كتير قوي والافكار ممكن ما تبقاش راكبه صح، وانا بحبش اعمل حاجه حد تاني يعملها. يعني انا بحب يبقى ليا حاجه مختلفه. يا ولد انت يا مختلف. استاذتنا قولي لي بقى كده، احنا بقى لنا قد ايه بنشتغل فاشن ديزاين؟ 2009 تقريبا. 9 سنين. بس انت صغيره، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 30. بس هو الفكره بدات في الاول، هو انا البراند بتاعنا سرايا ده انا واختي مع بعض. اوكي. احنا اخوات مع بعض. هي بدات بيها الاول، بدات ان هي تفكر ان هي يعني انا وهي برضو مهندسات، فبدا ان احنا نفكر عايزين حاجه برضو مهندسه. لا 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 لا. هي معماريه وانا كوميونيكيشن. برافو والله العظيم برافو. اوكي اتفضلي. بس بدانا ان احنا نفكر، هي ميل يعني بدات ان هي تفكر في الاول ان احنا ازاي يبقى في لبس يونيك جدا وسيمبل وينفع يتلبس وتبقى البنت يعني الواحد اللي هو ماشي يعرف ان ده حاجه مختلفه مش الحاجات الموجوده في السوق. هي في الاول كانت عايشه بره، كانت عايشه في دبي، فبرضه من الحاجات اللي بدات تفكر فيها ان هي عايزه من في بلد فيها مغتربين كتير تطلع حاجه مصري كويسه. برافو. فبدانا في الفكر ده وانا كنت ساعتها في الجامعه، فبدانا ان احنا نشتغل مع بعض لغايه لما انا اتخرجت، فبقيت خلاص. حجاب ولا لبس عادي؟ الاثنين. يعني ممكن يعني تعملي حاجه مثلا بكم اللي هي تنفع الست اللي مش محجبه والست المحجبه. بالظبط. وفي حاجات تانية ممكن تبقى كات عليها لو كارديجان او جاكي جينز، فهي تنفع كله. اوكي. حاجات الامانه تنفع كله. انا عفوا نسيت اسالكم البراندز. اسمه فابليشس. فابليشس. اتمت. تمت. ما يسابوا سيرة يا ولد انت باسمك انت. انا اهو. سرايا. سرايا. اوكي. فاشن افنيو انتوا انضمتوا له من ضمن ال 105 ديزاينرز اللي موجودين بيشتغلوا مع مي. مي مش موجوده معانا دلوقتي، احنا يعني على التلفزيون مش هتبقى بتتفرجش علينا. ايه الحاجات اللي احنا شفناها حاجات حلوه عند مي وحاجات وحشه؟ اللي عنده الجراه الاول يبتدي بالوحشه. والله ما في حاجه وحشه، حاجات عايزين تغيروها. انا جايبه مي هنا اوقع ما بينكم، ما فيش اي حاجه خالص. لا اللي يعرف مي يعني فعلا ما عمره ما هيشوف حاجه في وحشه فيها. طيب انتوا نورتونا النهارده. ثانك يو. وشكرا جزيلا انه انا شفنا على الشاشه صور رائعه، منتجات عظيمه، مشروع كبير، مهندسات وغيرهم من السيدات بعد ما درسوا وبعد ما خلصوا المرحلة الدراسية خلاص وتمام وعملنا البابا وماما عايزينه وانا طلعت مهندسة او دكتورة او طبيبة او كذا، مش حابة. فعشان مش حابة فقررت اعمل حاجة اللي انا بحبها، عشان كده هم نجحوا.